وللحديث أكثر عن الأزمة السياسية التي يعيشها الرئيس الأمريكي وملاحقة الحزب الديمقراطي له بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، ينضم إلينا الدكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية عبر سكايب من واشنطن. حياك الله دكتور. الديمقراطيون يعلنون نيتهم تشكيل لجنة للتأكد من القدرات الصحية لترامب بعد إصابته بكورونا. ألم يستخدم الديمقراطيون هذه الحيلة من قبل ولم تفلح؟ ما الجديد في فتح هذا الملف الآن؟ أكيد يعني سبق للديمقراطيين أن يعني شغلوا ورقة يعني إزاحة الرئيس وعبرت بالكونغرس الذي يسيطرون عليه بأغلبية كبيرة، لكنها وصلت إلى مجلس الشيوخ ووقفت في يعني أسقطت في مجلس الشيوخ. مجلس النواب يقترح ومجلس الشيوخ يتحول إلى هيئة محكمة. فهنا هي المشكلة. الآن نفس الإشكالية موجودة، يعني كل ما هنالك هي مماحقة انتخابية. الظروف أتاحت للديمقراطيين أن يستغلوا مجموعة من متواترة من الأعداد، خطف يعني حاكمة ميشيغان، محاولة خطف محاولة حاكم ميشيغان، إصابة الرئيس بالكورونا ودخول المستشفى. فحاولوا أن يشغلوا لكي يزعجوا الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، خصوصا وأن حظوظ الرئيسين في استطلاعات رأي العام في هذه المرحلة بالذات تكاد تكون متساوية. فهذا هو السبب. يعني هي أنا لن أنظر إليها أكثر من كونها مماحكة انتخابية حقيقية. يعني طيب رئيس مجلس حاولت التأثير على الحملة الانتخابية للرئيس ترامب ل يعني خلق هو فجوة كبيرة بين ما يمكن أن يحصل عليه هو وما يمكن أن يحصل عليه نائب الرئيس، لكي تقل أيضا فرص الرئيس ترامب في محاولة الطعن بالنتائج. طيب رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قالت أنها ستسعى لتطبيق المادة 25 من الدستور من أجل تنحية ترامب لعدم قدرته الصحية وقيام نائبه بأعماله. ما أثر ذلك القرار بداية؟ هل يمكن تمرير القرار ولو مرر؟ ما تأثيره على ترامب في الانتخابات؟ أكيد يعني لو مرر يعني حظوظ رئيس ترامب يعني سيصبح أنفت، يعني غير صالح للقيادة. حتى لكن حظوظ إعادة انتخابه ستقل. لكن سؤال كبير هو هل تمر؟ هل ستمر؟ لكي تمر ينبغي أن يكون هنالك تقرير طبي ضافي وشافي يشير بأن الرئيس ترامب لا يتمكن من القيام بمهامه الوظيفية، وهنالك شكوك كبيرة أنه أن يصدر مثل هذا القرار، خصوصا أنه قد استلم اليوم الرئيس ترامب توصية من أطبائه بأنه يستطيع أن يمارس أعماله على الطبيعة بشكل كامل اعتبارا من يوم غد، من يوم السبت. فهي ايضا بامكاننا نضعها تحت يعني المماحكه الانتخابيه، المعركه الشرسه. يعني الطرفان جندا كل ما لديهما من قدرات وامكانيات لكسر كل يريد ان يكسر خصمه. المنافس في الانتخابات مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ألقى بالمسؤولية على ترامب في محاولة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان. هل بالفعل مهاجمة ترامب يمكن أن تكون دليل إدانة لترامب أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في القضية؟ يعني أولا دعنا نأخذ مجموعة من العوامل بنظر الاعتبار. نعم. بيننا وبين الانتخابات 3 أسابيع. نعم. يعني فهل سيتمكن الـ FBI من الإشارة بإصبع الاتهام إلى الرئيس ترامب أو أنصاره، أو أن أنصاره نفذوا هذا محاولة الاختطاف هذه بناء على تحريض الرئيس ترامب؟ هل سؤال كبير، هل يعني سيتمكن الـ FBI من هذا؟ أخذين بنظر الاعتبار أنه في الولايات المتحدة ليست هنالك أنماط من المحاكم الثورية المعروفة
في العالم الثالث. يعني أن عملية التحقيق هذه تستغرق سنوات لكي يقرر، أشهر في أحسن الظروف. فهذا سؤال. لكن نعم إذا أيضا مرة أخرى، إذا كان هنالك دليل واضح على أن الرئيس ترامب حرض على الاختطاف، عند ذلك لن يفلت الرئيس ترامب من المحاسبة أبدا، سيساق للمحكمة. بالمناسبة يعني الديمقراطيون يعني يحشدون ما لديهم من قدرة على الإقناع ومن قدرة على توجيه الاتهامات. بالمقابل الرئيس ترامب هنالك حديث أنه يضغط الآن باتجاه حالة كل من الرئيس أوباما السابق ونائبه بايدن للمحكمة للتحقيق عن ما يقال أن هنالك جرائم. فإذا أنا كما قلت، يعني لكي نفهم الحالة، نحن أزاء معركة انتخابية شرسة. ربما لم تشهد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة محكمة بهذه، يعني معركة انتخابية بهذه الشراسة. بعيدا عن المتنافسين الرئيسيين في الانتخابات القادمة للرئاسة في الولايات المتحدة، حالة الغضب في الشارع الأمريكي اليوم هل يمكن أن تؤثر على وضع ترامب في الانتخابات المقبلة؟ أنا كما قلت، ترامب حقيقة ترامب لديه فقط هذه الكتلة الكبيرة من اليمين المتطرف، الإنجيليون إيفانجيلس وأنصارهم، هؤلاء هم الكور، هم المركز الذي يؤيد الرئيس ترامب. وبإمكاننا أن نتحدث عن 25 إلى 30% من عموم المجتمع الأمريكي. هذه هي مرتكزه ومستنده الوحيد، وهم يعني يصوتون له حتى لو ثبت أنه مجنون. طيب يعني أنت تتكلم عن ربع الشعب الأمريكي أو عن ربع المسموح لهم الإدلاء بصوتهم في الانتخابات المقبلة، هل يعني سيؤثرون؟ هذا المضمون، هل سيؤثرون في نتيجة الانتخابات؟ هو هذا السؤال. أكيد. يعني إذا ما افترضنا بأن هنالك 30% من نعم. الناخبين سيعطون أصواتهم بدون نقاش للرئيس ترامب، مقابلهم أيضا لدينا حوالي هذا الرقم 30 أيضا سيعطون أصواتهم لبايدن. فالآن بقي لدينا 40% من الناخبين، اللي هي الكتلة الرجراجة رغم أنها كبيرة الآن. هذه هي التي ستؤثر على نتائج التصويت. طيب السؤال الأخير وبسرعة دكتور، يعني الصور التي خرجت لترامب من شرفة البيت الأبيض يبدو أنه يعاني من ضيق في التنفس وصعوبة في السيطرة على الوقوف، كيف سيمارس مهامه غدا؟ لنرى. يعني هو ثبت أن لديه أنه مصاب بالكورونا وأنه عولج، باعتبار أن ليس كل من سيصاب بالكورونا سيموت. نسبة الذين يموتون هنا في الولايات المتحدة بالكورونا هي حوالي 2.5 إلى 3%. فهو يتأمل وواثق، أو يبدو أنه واثقا أنه ليس من هؤلاء 3% الذين سيموتون. ثم أن كل جهود الطبابة والعلاج وجهت إليه، بحيث يعني أمس كان هنالك إعلام بأنه خلال 4 أيام الماضية لم ترتفع درجة حرارة الرئيس ترامب. يعني ما كان أكو عنده سخونة. يعني إذا ما تمكنت منه الكورونا خلاص الموضوع انحل، أنه لن يتمكن حتى إذا فاز، لأنه الكورونا ستشله. لكن علينا أن نكون أيضا حذرين هنا. إذا ما حاولت أن تدرس طبيعة المجتمع الأمريكي، هاي الكتلة الرجراجة التي أشرت إليها والتي قيمت حوالي 40%، يعني هذه تتأثر فعلا كأنها ترمومتر. إذا ثبت أن هنالك كورونا وأن الرئيس كابر، لن يحصل على تأييد. لكن بالمقابل إذا ثبت أن هنالك أيضا دفع وتحريض وعصبوية ديمقراطية تحاول أن تؤثر على الرئيس نتيجة، يعني اعتمادا على مثل هذه الدعايات، هذه الكتلة الرجراجة نسبة ليست بالقليلة منها
تذهب وتصوت لرئيس. يعني هذه الديناميكية نعم نعم الحركة التي هي وصلت في اللحظة الفكرة الأخيرة، دكتور. التي يعني لن لا يمكن معرفتها إلا في اللحظة الأخيرة للانتخابات. نعم هؤلاء وصلت الفكرة دكتور، وأعتذر منك. زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.